أحدث اختراعات الطب التي ساعدت في التشخيص السريع هي اختراع ما يسمى بأجهزة التصوير بالسونار. أجهزة التصوير بالسونار أول جهاز اخترع سنة 1942، كان جهاز ضخم جدا، ثقيل، قليل الحركة، إلى أجهزة أصغر حجما وأكثر قدرة على التنقل. صار في اختصاصيين أشعة بأجهزة السونار لتشخيص في أماكن القسم الأشعة. الأمر تطور في السنوات الأخيرة، خصوصا العشر سنوات الأخيرة، أجهزة أقل صغرا استغلها أطباء الإكلينيكيين في تشخيص المبكر للحالات عند مرورهم على المرضى، تقييم الحالات سريريا. فصغر الجهاز من جهاز ضخم جدا قليل الحركة إلى أجهزة صغيرة جدا تحمل في اليد وتوضع في الجيب. هذا أدى إلى إضافة نوع من الفحص السريري للمريض، إضافة إلى الفحص باليد والسماعة إلى الفحص بالجهاز السونار.